بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده ان شاء الله معاكم في الفورير سيريز. الفكره كلها ان احنا خدنا قبل كده في كورسات سابقه، يعني لما جيت تدرس مثلا جاء لك ان في حاجات اسمها الترجنومتريك فانكشنز، وكان اشهرهم الساين والكوزاين، وكنت ساعتها بتقول ان الواي لو بتساوي ساين الاكس مثلا، فالفانكشن دي احنا ممكن نرسمها كالاتي، اللي هي من اول الزيرو وتطلع فوق وتنزل تاني عند الباي وتنزل تحت للمينيمم وتطلع تاني عند الاتنين باي، تمام؟ وكنا قلنا ان النقطه دي الاكس بتاعتها بزيرو، والنقطه دي الاكس بتاعتها بباي، والنقطه دي الاكس بتاعتها بكام؟ بتو باي. بس كده؟ اه بس كده. تيجي تقولي لا يا باشمهندس، ده الفانكشن دي لما كنا بناخدها زمان كانت شغاله من اول نيجاتيف انفينيتي مع الاكس لحد بوزيتيف انفينيتي مع الاكس، وكان اخرها من فوق بوزيتيف واحد واولها من تحت نيجاتيف الواحد. امال فين بقيتها؟ اقول لك لا، ما هي كانت الرسمه دي بس، والرسمه دي بناخدها كوبي بيست. فبتلاحظ ان لو هنا في عربيه، لو هنفترض مع بعض ان هنا عند النقطه دهيت في عربيه، العربيه دي طالعه فوق ولا نازله تحت؟ طالعه فوق. طالعه فوق. العربيه دي هل هي نفس وضع العربيه عند الباي؟ الاجابه لا، لان عند الباي احنا شغالين من الشمال لليمين، عند الباي العربيه ايه؟ نازله تحت. طيب عند الاثنين باي، لو في عربيه هنا المفروض العربيه تطلع ايه؟ فوق. فاذا كانت وصلت النقطه ولزملتها، يبقى اذا انت كده انتهيت من البريود الواحد. فالبريد الواحده هنا طولها قد ايه كاكس؟ 2 باي، صح كده؟ هناخد بقى الرسمه ده اهي، ناخدها كوبي بيست، فهتلاحظ ان العربيه دي هي كمان هتطلع، فبترسم لها الكيرف اللي هتطلع عليه، تطلع 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 لحد ما توصل للماكسيمم، وبعد كده تنزل تاني، وبعد كده تنزل 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 لحد ما توصل للمينيمم وتطلع تاني وهكذا. فهتلاحظ ان النقطه دهيت عشان كانت تطلع وتوصل تاني نفس المكان عايزه باي، وتنزل وتوصل نفس المكان عايزه كمان باي، نفس الفكره، ديت تطلع توصل تحت تاني عايزه كام باي؟ يبقى كام هنا؟ ثلاثة ايه؟ ثلاثة باي. تنزل تحت وتطلع فوق محتاج كمان واحدة تبقى كام؟ أربعة باي. نفس الكلام بالظبط، هتاخد الكيرف الأخضر ده ترجعه هناك، يبقى الفانكشن بتاعتك عاملة بالشكل ده كده. عند سو اون بقى، تمام؟ الفانكشن دي مكملة معاك في الانفينيتي ناحية اليمين والنيجاتيف انفينيتي ناحية الشمال. في مشاكل في الكلام ده؟ ملخص الكلام اللي أنا عايز أقوله في الجزء ده إن الساين كانت دالة بريودك، يبقى الساين دي دالة ايه؟ بريودك، يعني بتكرر نفسها كل قد ايه؟ ولا باي على الاثنين، ولا باي الاثنين باي. استنى بقى عشان احنا بنعمل فيديو، تمام؟ يبقى الساين ده اللي بتكرر نفسها كل قد ايه؟ كل 2 باي. في مشاكل في الكلام ده؟ حلو. بعد كده ساعتها بالظبط برضو قال لك ان في فانكشن ثانيه اسمها الايه؟ كوزين الاكس. فهتلاحظ ان كوزين الاكس بتاخد نفس الفكره بالظبط، بس الفكره ان هي عند الزيرو كانت بتطلع واحد وبتنزل، وبعد كده تنزل تاني للمينيمم، وبعد كده تطلع وتطلع تاني. فهتلاحظ ان النقطه ده هي زميلتها النقطه دي بالظبط. النقطه دي كانت عند اكس بزيرو، والنقطه دي عند اكس بكام برضو؟ ب2 باي. وهتلاحظ ان الكيرف بتاعك برضو هيتكرر هو بالشكل ده كده، ونفس الفكره يتكرر الناحيه دي عند سؤن. في مشاكل في الكلام ده؟ حلو. فبرضو الكوزين ده اللي بريودك، البريود بتاعتها بكام؟ برضو 2 باي. في مشاكل في الكلام ده؟ طيب، فيبقى الساين احنا دلوقتي اتكلمنا على الساين والكوزين، وتعرفنا ان هم فانكشنز ايه؟ بريودك. طيب بيكرروا نفسهم. نيجي نسال سؤال، هل مفيش في الطبيعه او في المسائل اللي هنقابلها فانكشنز تكون بريودك بخلاف الساين والكوزين؟ نيجي نقول لك لا، هتقابل فانكشنز بالهبل، ساين وايه؟ بريودك بس مش ساين وكوزين. طب الفكره في الكيرف بتاع الساين والكوزين ان هو كان كيرف سموث، كيرف ناعم كده، بتعرف تعمله ديفرنشيشن وانتجريشن ببساطه. بخلاف بقى ان في فانكشنز ثانيه، مثلا في فانكشن ثانيه بالشكل ده كده، الواي بتساوي ايا كانت الشكل بتاع التعريف بتاعها، مثلا بتروح تلاحظ ان الفانكشن بتاعتك بتترسم كالاتي كده، وبعد كده كده، ونفترض ان دي كده بريود، فالمفروض تتكرر ازاي؟ تتني واخدتها كوبي بيست في ناحيه اليمين، تمام؟ اهو كمان اهو، والتاني نازل كده، والتاني واخدها كمان مره عند سوق ان بقى. في مشاكل في الكلام ده؟ تيجي تقول لي الفانكشن الواحد، الديفينيشن الواحد او البريد الواحده، البريد الواحده اللي هي فين؟ اللي هو الجزء ده. الديفينيشن ده فانكشن ولا اتنين؟ وصلت؟ لان ده كير، ده خط، ده ستريت لاين، مثلا واي بيساوي اكس، وده مثلا اكس بيساوي واحد، او الواي بيساوي واحد. وصلت؟ فيعتبر ده كام كيرف؟ اتنين، وفي شارب ايدج، وفي شغلانه، فالكلام ده هيضايقنا في حته التفاضل والايه؟ الديفرنشيشن والانتجريشن. وصلت؟ وبناء عليه الفانكشنز اللي هي بريودك، يبقى لازم الفانكشن اللي هتكلم عليها تكون ايه؟ بريودك. تكرر نفسها. اوف بريود كام؟
بص كده، في ناس بتسميها بي وفي ناس بتسميها 2 بي، خليك معايا كده. بي واحده، هما عندكم مسمينها بي. يبقى البريد دي كلها اسمها ايه؟ بي. البريد الواحده اسمها ايه؟ بي. يبقى احنا دلوقتي الدرس ده بيتعامل مع فانكشنز، الفانكشنز دي لازم تكون ايه؟ بريودك، بفتره قد اسمها ايه؟ بي. مش عجبانا تمام، لان مش عجبانا الديفرنشيشن والانتجريشن بتاعها مش لطيف وهتضايقني. فجاء بقى الحاج مين؟ الحاج فورير. جاء قال لك ماشي، يبقى الحاج فورير بيعمل ايه؟ بياخد منك فانكشنز اسمها اف اوف اكس، لازم تكون ايه؟ بريودك. لازم تكون بريودك. البريود بتاعتها اسمها ايه؟ بي اوف البي. تمام، بيحولها لك الى مجموعه سمشن من الساين والايه؟ والكوزاين. وصلت؟ لان احنا بنحب الساين والكوزين، الديفرنشيشن والانتجريشن بتاعهم بيكون ايه؟ بسيط بالنسبه لنا وسهل بالنسبه لنا. في مشاكل في الكلام ده؟ يبقى الفورير هي طريقه لتحويل الفانكشنز البريودك تمام الى مجموعه من الساين والايه؟ والكوزين. الكلام ده بيتم من خلال قانون وحيد وثابت. ايه هو القانون؟ بيقول لك الفانكشن اللي عندك اللي احنا هنديها لك في السؤال اللي هي الاف اوف اكس بتساوي بتساوي الايه كابيتال زائد سمشن الايه رقم ان مضروبه في كوزين الان او الان اوميجا نوت في اكس زائد البي ان في ساين نفس الانجل دي بالظبط. تمام في تمام يا باشمهندس؟ تمام، ثواني كده خليك معايا. نفس الانجل دي مع هي كمان مع مين؟ مع الساين. الايه ان والبي الايه ان في الكوزين والبي ان في الساين كلهم داخل الايه؟ السيجما. والسيجما ديت فيها كاونتر عمال يشتغل اللي هو اسمه الان. الان ده شغال من اول الواحد لحد كام؟ لحد الانفينيت. في مشاكل في الكلام ده؟ ده كده القانون الوحيد والثابت بتاع الايه؟ الفورير. تيجي تقول لي بص يا باشمهندس القانون ده شكله كبير شويه، انا عايزك ايه؟ تتكلم معايا شويه فيه. حاضر. السؤال الاكس النون ولا لا؟ لا، الاكس مش مجهول بالنسبه لي، الاكس از ا فاريبل. فاريبل اليوزر هيختار قيمته، فهو مش مجهول، انا مش مطالب بايجاد قيمته، لا بالعكس ده انا هسيبه لليوزر كفاريبل هو يحط قيمته بمزاجه. طيب الان النون ولا لا؟ لا، ده الان ده الكاونتر، الان انا عارف قيمته مره بواحد ومره باثنين ومره بثلاثه لحد ما نوصل لايه؟ لما لا نهايه. الاكس مش مجهول فاريبل، الان معلوم واحد واثنين وثلاثه واربعه وخلق الكلام ده. طيب اول حاجه قابلتك اسمها الاوميجا رقم زيرو. الاوميجا رقم زيرو دي بتساوي كام؟ انت بتحول ايه؟ بريودك لساين وكوزين. البريود بتاعت الساين والكوزين كام؟ في الطبيعي 2 باي، هقسمها على البريود اللي هي بتاعت الفانكشن اللي هو مديها لك اللي هي ايه؟ البي. يبقى الاوميجا معروفه قيمتها ب 2 الباي على ايه؟ على البي، صح كده؟ هتقولي طب ايه اللي ناقص؟ اقول لك دلوقتي ناقص ثلاث حاجات اللي هم الاي كابيتال والاي ان ومين؟ والبي ان. في مشاكل في الكلام ده شباب؟ حلو. الثلاثه كل واحد ليه قانون والقانون بتاعتهم لطيف. شايف الايه كابيتال؟ الايه كابيتال ده بيساوي كام؟ بيساوي واحد على البيريود. واحد على مين؟ انتجريشن اوفر 1 بيريود. هي البيريود في الساين اوف الكوزين طولها قد ايه؟ 2 باي. بتبدا منين؟ لا، من اي حته. لو بدات من زيرو توقف بعد 2 باي، لو بدات من 10 باي توقف عند 12 باي، لو بدات من سالب 15 باي توقف عند 13 باي. المهم تكون الرقم اللي في اليمين ناقص الرقم اللي في الشمال يطلع كام؟ 2 باي. يبقى لو حطيت هنا زيرو تحط هنا البي، ما هي دي بيريود برضه. تمام، طب ولو حطيت هنا نيجاتيف البي تحط هنا زيرو. تمام، ولو حطيت هنا 10 بي تحط هنا 11 بي. المهم ان يكون اللي فوق ناقص اللي تحت بيساوي بي، اللي هي بتمثل البيريود بتاعه الفانكشن اللي انا بحولها. وصلت؟ في مشاكل في الكلام ده؟ بس ماشي، هنقول يعني بنسبه كبيره هتكون من زيرو للبي. في مشاكل في الكلام ده؟ او ممكن تعرف ممكن في احيان تبقى ايه؟ تبقى من نيجاتيف البي على الاثنين لحد البي على الاثنين. لما تنشي نص يمين وكنت جاي من نص شمال فهتلاحظ ان الفرق ما بينهم بي كامله. في مشاكل في الكلام ده؟ المهم هنكتبها لك زي ما مكتوبه في المحاضره، بتقول ان انت شغال على 1 ايه؟ على 1 بيريود. تمام يا باشا؟ طيب وجوه الانتجريشن ده مين؟ ارجع تاني للشكل بتاعك. احنا هنحط هنا الاف اوف اكس. تمام؟ انت بتجيب مين؟ الاي كابيتال. الاي كابيتال في القانون مضروبه في كام؟ في 1. خلاص، يبقى هتضرب الفانكشن في 1 او هتسيبها زي ما هي وتعمل الانتجريشن بتاعك بالنسبه لمين؟ للاكس. في مشاكل في الكلام ده؟ في مشاكل؟ طيب كلام ممتاز جدا.
جاء قال لك ان الايه ده بيمثل هو ان احنا خدنا قبل كده في الانتجريشن يعني ايه انتجريشن اف اوف اكس دي اكس بالنسبه لـ ايوه بنكامل بالنسبه لاكس يعني ايه برضو الشكل ده مشهور جدا يا جماعه الاف اوف اكس دي اكس في الانتجريشن عباره عن ايه يساوي اكس ها عباره عن الانتجري عباره عن الاريا اللي ما بين الاف اوف اكس الكيرف اللي فوق ده وما بين الاكس اكسس في فتره طولها قد ايه البوري يبقى لو انت معاك الرسمه والرسمه طلعت سهله مثلثات او مربعات احسب الاريا ده يبقى انت كده عملت الانتجريشن يبقى يا تعمل الانتجريشن يا تحسب الاريا بس سواء حسبت الانتجريشن او رحت حسبت الاريا من الشكل لازم تضرب بره في واحد على مين واحد على البي حساب الاريا اسهل حساب الاريا اسهل في احيان يعني مثلا في الاكزامبل اللي فوق ده اهو هتلاحظ ان الاريا بتاعتك دي عباره عن الاريا بتاعت ايه مثلث والاريا بتاعت ايه مستطيل مثلا يبقى الاريا دي زائد دي اجمعهم مع بعض واضربهم بره في واحد على كام واحد على البي كده جبت مين الايه كابيتال في مشاكل في الكلام ده حلو طيب يبقى الايه كابيتال بتيجي بكام طريقه طريقتين طريقه التكامل او طريقه حساب الاريا لو كان الشكل يسمح يعني مثلثات مربعات جزء من دايره انما اكس سكويرد لا انا ما اعرفش احسب الاريا اللي تحت الاكس سكويرد غير باستخدام الانتجريشن في مشاكل في الكلام ده طيب دلوقتي ناقص لنا مين الايه رقم ان الايه ان والبي ان والبي ان اهو في الحالتين واحد فوق وتحت نص البريود يعني لو البريود 5 10 يبقى هنا 5 وهنا 5 يبقى انا في الايه كابيتال بقسم على مين على لا في الايه كابيتال بقسم على البريد كامله في الايه ان والبي ان بقسم على ايه على نص البريد وبعدين يا باشمهندسين في الحالتين بضرب انتجريشن الاف اوف اكس الاف اوف اكس حلو وبعمل انتجريشن على ايه على الفتره على فتره كامله وان ايه يبقى الانتجريشن دايما على فتره كامله في مشاكل الايه كابيتال كان مضروب فوق في واحد فهنا ضربنا الفانكشن في كام في واحد الايه ان مضروبه فوق في كوزاين فهنضرب الاف اوف اكس في مين في كوزاين الان في الاوميجا نوت في الاكس انما البي ان تبقى ساين الان في الاوميجا نوت في اكس الكلام ده دي اكس والكلام ده دي اكس في مشاكل يا باشمهندسين تمام ده كده ما يخص مين ده كده ما يخص الايه ان ومين والبي ان تمام يا باشمهندسين حلو طيب بص ده أسوأ جزء في الدرس يعني ايه يعني بعد شويه هنعرف ان ممكن تبص على الرسمه بشكل معين تبسط عليك الحسابات في مشاكل في الكلام ده أسوأ حاله ان الداله ما يكونش فيها او الفانكشن اللي هو مديها لك ما يكونش فيها سمبليفيكيشن فتضطر تحسب الثلاث حاجات اللي هو الايه كابيتال والايه ان ومين والبي ان في مشاكل في الكلام ده تمام ماشي جاء قال لك لو نفترض ان هو في واحد شغال شغلانه الشخص ده ما بيقبضش فلوس خالص فالراجل اتفق معاه لو المبيعات كانت كويسه النهارده وكسبنا هدي لك مبلغ كبير هدي لك 1000 جنيه طب لو في يوم خسرنا هتدفع من جيبك 1000 جنيه فتلاحظ ان الراجل ده مرتبه الثابت كام زيرو مرتبه الثابت زيرو لو المبيعات حلوه هيطلع يبقى 1000 جنيه طب لو المبيعات وحشه هيدفع من جيبه 1000 جنيه في مشاكل في الكلام ده حلو فتلاحظ ان الراجل ده الحاجه الثابته بتاعته بكام بزيرو هو رايح النهارده وانا عارف يا جماعه ان انا معيش ولا مفيش حاجه خالص وصلت طيب هتلاحظ على الخلاف في واحد تاني اتفق مع الموظف بتاعه يا ابن الناس انا هديلك 500 جنيه لو المبيعات كانت حلوه هتاخد عليهم 500 تمام طب لو كسبنا هتاخد 500 طب لو ما كسبناش هتاخد ال 500 طب لو خسرنا هتدفع من جيبك الايه ال 500 فالراجل كده المتوسط بتاعه بكام او الثابت بتاعه بكام ب 500 وصلت في مشاكل في الكلام ده تمام حلو طيب الكلام ده بيحصل معانا في الكهرباء مثلا او في كل الفانكشنز في العموم هتلاحظ ان الكهرباء اللي احنا بنشتغل عليها دي انت خدت قبل كده ان الكهرباء بتاعتك فيها جزء ايه سي وجزء دي سي زمان البطاريه بتاعت التليفون مثلا او البطاريه بتاعت اي حاجه
البطاريات كلها كان التيار بتاعها شغال دي سي. يعني ايه دي سي؟ يعني دايركت كارنت، يعني حاجه ثابته مش بتتغير. وصلت؟ تمام. زي مثلا والدك بيقول لك انت هتاخد كل يوم 50 جنيه من 1000 جنيه اعملها لك مصروف، فانت بتفضل تاخد 50 جنيه على مدار 20 يوم، فتلاحظ ان بعد 20 يوم خلاص ما بقاش في فلوس، بس في ال 20 يوم اللي فاتت كنت عمال كل مره تاخد ايه 50. اه، فالبطاريه شغاله بنفس الموضوع، بتدي نسبه ثابته لحد ما كلها تخلص مره. وصلت؟ انما التيار الكهرباء اللي شغاله في معانا في العموم بتاعت النور اللي مشغلها ديت، لا مش كده، فيها جزء ثابت وجزء بيزيد وبايه بيقل، بس طبعا حاجات في وقت سريع جدا فاحنا مش بنحس بيه. وصلت؟ فجم قالوا ان والله الاف اوف اكس، اي اف اوف اكس بيريودك، اي اف اوف اكس بيريودك هي عباره عن جزئين، جزء ثابت اللي هو الاف دي سي زائد جزء بيتغير اللي اسمه اف اي سي. زي مثال المرتب اللي كان بياخد 500 جنيه، ده مرتب ثابت، وبعد كده لو زاد ياخد 1000، لو نقص ياخد ما ياخدش، لو خسر. وصلت؟ فانت عندك جزئين، جزء اسمه الاي سي وجزء اسمه او الدي سي اللي اسمه الثابت، والاي سي اللي هو ايه الالترنيتنج او المتغير. في مشاكل في الكلام ده؟ حلو. الفانكشن اللي احنا كاتبينها فوق اللي هو الديفينيشن ده، انا عايز الناس تركز معايا، تتوقع مين فيهم بيمثل الجزء الثابت؟ اه الايه كابيتال ده بيمثل الجزء الكونستانت، والجزء اللي فيه ساين وكوزين ده بيحصله فلكتويتنج بقى، بيطلع وينقص على حسب قيمه مين؟ الاكس بتاعه. وصلت؟ انت كده رحت حسبت مين؟ الاي كابيتال والاي ان والبي ان. وصلت؟ افرض في السؤال هو مدي لك فانكشن وقال لك ان الفانكشن دي بيريودك، وفقط طالب منك تحسب حاجتين، عايزك تجيب لي الاف اه سي، الاف دي سي والاف اه سي. فتيجي تقول لي انا عارف مقدما ان الجزء الحته اللي في الاول ده دي بتمثل مين؟ ها الاف الدي سي، فعشان احسبها لازم اكون جبت مين؟ الايه بس. طيب والجزء ده على بعضه اسمه الاف ايه سي، عشان احسبه احسب مين؟ الاي ان والبي. الله ينور. لا عشان احسبه محتاج احسب الايه بس كابيتال. ليه؟ مش يا حبيب قلبي مش اف دي سي زائد الاف اي سي بيساوي الاف الاساسيه. انا حسبت ده وكنت داخل عارف ده، اودي ده الناحيه اللي الشمال اكون جبت مين؟ الفانكشن على بعضها. وصلت؟ يبقى في احيان يجي يقول لك الاف، خلاص احنا اتفقنا مع بعض مسبقا ان الاف اي دي سي ده بيمثل مين؟ بيمثل الايه كابيتال، وبناء عليه الاف اي سي عباره عن الفانكشن اللي احنا مدينها لك ناقص الايه كابيتال. وصلت؟ وصلت. حلو. نفترض ان الفانكشن اللي احنا كنا مدينها لك عباره عن تو ديفينيشن، كام تعريف؟ 2، والايه كابيتال ده طلع بنص مثلا. دلوقتي يبقى انت هتقول التو ديفينيشن ناقص نص، النص ده انقصه من الديفينيشن اللي فوق ولا من الديفينيشن اللي تحت ولا من الاثنين؟ من الاثنين. كل ديفينيشن منهم هينقص منه كام؟ الايه كابيتال اللي عندنا. في مشاكل في الكلام ده يا معلمين؟ ها تمام. طيب تعالى ناخد اكزامبل كده اهو. لو جه قال لك اكزامبل اهو اكسباند، كلمه اكسباند معناها انا عايزك تجيب لي الايه كل الحاجات اللي عندك. اكسباند ان فورير ايه؟ فورير سيريز. مين يا باشا؟ الفانكشن انت مدالي اسمها ايه؟ الاف اوف اكس بتساوي 1 وبعد كده كام؟ زيرو. يبقى الفانكشن دي في احيان بتكون 1 واحيان تكون ايه؟ زيرو. امتى 1؟ اذا كانت انت هتختار قيمه للاكس من اول الزيرو لحد الواحد. وامتى زيرو؟ اذا كنت هتختار قيمه للاكس من اول الواحد لحد الايه؟ الاثنين. ولازم يقول لك كلمه ثانيه، يقول لك او لو ما قالش الجمله اللي هتتقال دهيت، لو ما اتقالتش تفهم ان هي تفهمها من نفسك ان الاف اوف اكس اللي عندك بتساوي الاف اوف اكس زائد الاثنين. اشمعنى 2؟ الرقم الكبير هنا اخر حاجه هتوصل لها ناقص اول حاجه بدات منها، ده اسمه البيريود. ناقص 2 ناقص 0 تطلع 2. يبقى لو ما قالش، ده لو ما قالش، ولو ما قالش خالص، لو ما قالش اي حاجه خالص. لان بعد شويه لما هناخد مثلا هنمشي في الدرس ده هيقول لك اكسباند ان ساينز وان كوزاينز، لا المعلومه دي مش هتكون صح. لو نفس السؤال ده بالظبط قال لك اكسباند ان فورير سيريز وسكت، تفهم ان الديفينيشن ده يخص ايه؟ وان بيريود. يخص ايه؟ وان فول بيريود. وان فول بيريود اللي هي تعني الجمله دي. الجمله دي الثاني تعني ايه يا باشمهندس؟ ان البيريود بتاعتك بكام؟ البيريودك والبيريود بتساوي كام؟ 2. في مشاكل في الكلام ده؟ حلو؟ ها في مشاكل؟
لو ما قالش هرقم مهم بقى. ايوه ماشي، ما الرقم ده جاي لنا اكبر رقم ناقص اقل رقم. في مشاكل في الكلام ده؟ ده كلام ممتاز جدا. رقم واحد، او احنا هنحل بقى اول خطوه في السوليوشن، انها بنجيب الاوميجا رقم 0 اللي هي كانت بتساوي البر 2 باي على البي اللي هي كام؟ 2. فتطلع ان الاوميجا بكام؟ بباي. تمام يا باشا، ده كلام ممتاز. وبعدين رقم 2 بنقول ان احنا عايزين نحسب الايه كابيتال اللي هي بتساوي 1 على البي اللي هي باي في انتجريشن، ها من اول الزيرو لحد الكام؟ اخ بس لازم تكتب هنا الاف اوف اكس. ليه ما كتبناش ما عوضناش بالاف اوف اكس؟ لان الاف اوف اكس كام جزء؟ واحد جزئين. ما ينفعش الجزئين شغالين من 0 ل 2، لا ده هي من 0 ل 1 قيمتها بواحد، ومن 1 ل 2 قيمتها بكام؟ بزيرو. فلازم الانتجريشن ده يتفك يبقى ايه؟ 2 انتجريشن. افتح براكت واكتب انتجريشن من 0 ل 1 وانتجريشن تاني من 1 لحد كام؟ 2. وصلت؟ حلو. من 0 ل 1 كانت الفانكشن قيمتها قد ايه؟ 1. ومن 1 ل 2 كانت الفانكشن قيمتها قد ايه؟ بزيرو. خلاص ده مع السلامه بزيرو. هنجيب الارقام دي منين؟ من الفانكشن يا ابني اللي هو مدالك فوق الديفينيشن ده. الفانكشن يعني من 0 ل 1 قيمتها بواحد. يبقى اعمل انتجريشن للواحد من اول 0 لحد 1، وبعد كده اعمل انتجريشن للزيرو من اول الواحد لحد الاثنين. المتغير ده بحطه اي الرقم ده اللي هو عباره عن قيمه الفانكشن. وصلت؟ يعني لو الرقم ده كان اسمه اكس باور 3، يبقى اعمل انتجريشن لاكس باور 3 من 0 ل 1 وبعد كده 0 من 1 ل 2. وصلت؟ في مشاكل؟ ماشي. هتلاحظ ان الكلام ده يطلع معاك 1 على البار، والواحد ده يطلع ايه؟ اكس. انتجريشن واحد باكس من اول 0 لحد الواحد، فيطلع ان الايه كابيتال بكام؟ بتساوي 1. في مشاكل في سوري 1 على البار، 1 على الايه؟ 1 على البار. في مشاكل في الكلام ده شباب؟ عمليه واضحه؟ تمام؟ حلو. تيجي تقول لي يا باشمهندس انت قلت من شويه اريا ومش اريا، انت ايه اللي انت عايز تقوله؟ عايز اقول لكم يا جماعه ان احنا كان من المفترض بالنسبه لنا ان احنا اول حاجه نعملها ان احنا نرسم الفانكشن. تمام؟ يعني لو قدرت ترسم الفانكشن هيكون احسن ليك بكتير. تمام؟ تعال ارسم الفانكشن كده. هو كان مديلك ان الفانكشن بتاعتك شغاله من اول كام لكام؟ من اول الانترفال اللي هو مديلك شغاله من اول 0 لحد الاثنين، بس كانت في النص من عند 1، فكنت شغال من اول 0 لل 1 ثم من ال 1 لحد الايه؟ من اول 0 لل 1 الفانكشن كانت بكام؟ كانت كونستانت وقيمتها 1، فالواي بتساوي 1، يبقى همشي كده خط هوريزونتال. خط هوريزونتال لحد الانفينيتي؟ لا، ده من اول 0 فقط لحد الكام؟ لحد ال 1. طب ومن اول ال 1 لل 2 الواي كانت بكام؟ الواي كانت ب 0، فهرسم الخط ده كده. وصلت؟ فدي كده البريد الاولى. طب والثانية؟ خلاص يا تعملها. انا بالنسبه لي انا ما بحبش ارسم اثنين بريد، برسم بريد واحده بس. لا اقول الناحيه دي هي شغاله من 0 ل 2، يبقى الثانيه من 2 لكام؟ لاربعه، بس شغاله في النص لحد كام؟ 3. هتاخد ده تحطها كوبي بيست، فهتلاحظ ان دي شغاله كده معاك كده اهو، ودي شغاله كده اهو، وبعد كده ده شغاله بالشكل ده كده. تمام. وصلت؟ في مشاكل في الكلام ده؟ بس تاني انا كمحمد ما بحبش اشتغل غير على ايه؟ على بيريد واحده بس. في مشاكل في الكلام ده شباب؟ حلو. الاريا الايه كابيتال اتفقنا ان هي الاريا في الوان بيريود. انت عندك هنا كام اريا؟ الاريا بتوين مين؟ الكيرف والاكس اكسس. الكيرف والاكس اكسس هنا ما بينهم اريا، بس الكيرف والاكس اكسس هنا ما بينهم زيرو. فهتقول لي خلاص ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن سكوير مستطيل، سوري مربع. ده الطول بواحد والعرض بايه؟ بواحد. يبقى واحد في واحد بكام؟ بواحد. يبقى الاريا طلعت بواحد. بس هنا الايه كابيتال كانت بتساوي الاريا، ولا الاريا مقسومه على البيريود؟ الاريا مقسومه على البيريود. الاريا مضروبه بره في واحد على البيريود، صح كده؟ الاريا بواحد مضروبه على البيريود، في مقسومه على البيريود اللي هي بكام؟ واحد. في بره واحد على ثواني. ثواني عشان احنا عملنا حاجه مختلفه جدا. احنا هنا يا جماعه مش بنقسم على الدبليو، احنا بنقسم على البي. لا حول ولا قوه الا بالله، تركزوا يا معلمين. احنا بنقسم على مين؟ بنقسم على البي مش على الدبليو. يبقى هنا كام؟ البي كانت باثنين، يبقى هنا اثنين، يبقى هنا كام في الاخر؟ نص. فالايه كابيتال تطلع بكام؟ احنا قسمنا على الاوميجا على البي. المفروض كنا نقسم على البي. في مشاكل في الكلام ده؟ طيب ده كلام ممتاز جدا، الحمد لله اللي خدنا بالنا. طيب بعد كده عايزين نحسب مين؟ المفروض نمسح دي بقى.
الاي ان. الله ينور عليك. عايزين نحسب الاي ان. الاي ان الاي ان كانت بكام؟ البي كانت بكام؟ باتنين. بس الاي ان كنا بنحسبها ازاي؟ واحد على نص البريال. واحد على نص واحد. البي باتنين يبقى نصها واحد بواحد. انتجريشن من زيرو لواحد زائد انتجريشن من واحد لاتنين. مش الفانكشن لاتنين ديفينيشن. الديفينيشن الاولاني كانت قيمته بواحد، هضربه في كوزين ال ان باي اكس. والديفينيشن الثاني كان بزيرو، هضربه في اي حاجه اللي هي ساين مش عارف ايه كده، تطلع برضو بكام اساسا؟ بما ان انا ضربت بزيرو تطلع بزيرو. في مشاكل في الكلام ده؟ حلو. يبقى الكلام ده بيساوي الكوزين الانتجريشن بتاعها كام؟ ساين ال ان باي ايه؟ اكس. تمام كده؟ وهعمل لها انتجريشن من اول الزيرو لحد الايه؟ لا ثواني، احنا المفروض بنقسم بره على كام؟ واحد على ال ان في الباي بقسم على كوفيشنت الانجل. انتجريشن ساين 3 اكس بيطلع كوزين 3 اكس واقسم على التلاتة. وصلت؟ بقسم على كوفيشنت الاكس. في مشاكل في الكلام ده؟ حلو. نيجي نبص الساين دي انا كمحمد بحبها جدا. ليه يا باشمهندس؟ تعالى ارجع لنا خالص فوق خالص للساين. افتح زوم، اعمل زوم كده ثواني، يلا حمل اهو. تعالى بص للساين كده. الساين لو حطيت الانجل بزيرو تطلع الواي بكام؟ زيرو. طب بباي؟ زيرو. طب 2 باي؟ زيرو. طب 3 باي؟ طب 4 باي؟ طب 5 باي؟ طب بالنيجاتيف؟ زيرو. فهتلاحظ ان ساين لو دخلت لها ان باي، حيث الان ده رقم صحيح، 0 و 1 2 3 4 بالبوزيتيف والنيجاتيف، اوتوماتيك يطلع بكام الكلام ده؟ بزيرو. فدي معلومه لازم تكون واخد بالك منها. يبقى ساين ال ان باي بكام؟ بزيرو. وساين الزيرو برضه بزيرو. فهتلاحظ ان الكلام ده هيطلع معاك ان هو 1 على ال ان باي بره، وهنا ساين كام؟ لو حطيت 1 يتفضل كام؟ ال ان باي. ولو حطيت 0 يطلع ساين الايه؟ ساين الزيرو. اتفقنا ان ساين الزيرو كده كده بزيرو، وساين ال ان باي بكام؟ برضه بزيرو. فتطلع ان الايه رقم ان بكام؟ بزيرو. يبقى الايه ان بكام يا باشمهندس؟ بزيرو. يبقى احنا دلوقتي جبنا الايه كابيتال كانت بنص، والايه ان كانت بكام؟ بزيرو. نفس الكلام بالظبط هنعمله كمان مره، بس في حاله مين؟ البي ان. هتلاحظ ان البي ان ايه اللي هيتغير بالنسبه لك؟ المفروض دي يا جماعه ثواني، ده انا مش عارف انا ايه المشكله بالنسبه لي النهارده. المفروض ان احنا هنا كنا بنضرب في الكوزين برضه. دي كوزين، احنا كده بنضرب في الكوزين. وصلت؟ بس ايا كانت الكلام مضروب برضه في ايه؟ في زيرو، فممكن ده اللي خلاني ما ركزش معاه. وصلت؟ نعمل نفس الكلام في حاله الايه؟ البي ان. فلو هتيجي تعمل نفس الكلام في حاله البي ان، فقط الفانكشن ده هتتغير، بدل ما هي كوزين تبقى ايه؟ ساين. والفانكشن دي نفس الفكره، بدل ما هي كوزين تبقى ايه؟ تبقى ساين. تمام يا ريس؟ حلو. فهتلاحظ ان اي حاجه في الزيرو مع السلامه طارت، يتفضل الساين. الساين الانتجريشن بتاعها بكام؟ بنيجاتيف كوزين الان باي اكس واقسم على الان في الباي. صح كده؟ وهعمل سبستيتيوشن مره بزيرو ومره بايه؟ واحد. تمام؟ الكلام ده هيطلع نيجاتيف واحد على الان باي، افتح براكت تبقى كوزين الان ايه؟ الان باي اهو، وبعد كده ماينس كوزين الايه؟ الزيرو. تمام؟ ارجع تاني يا باشمهندس للصفحه الاولى بتاعه الساين والايه والكوزين. هتلاحظ يا باشمهندس ان الساين الساين عند الان باي كده كده بكام؟ بزيرو. طب تعالى هنا بقى، فين الباي هنا؟ فين الزيرو؟ اكس بزيرو اهي. الانجل الفانكشن بكام؟ واحد. طب فين الباي؟ هنا. الباي هنا. الفانكشن بكام؟ واحد. طب عند الاثنين باي؟ طب عندي 3 باي. عند النيجاتيف باي بنيجاتيف 1. 2 باي نيجاتيف 2 باي. يبقى ايه اللي انت ملاحظه يا باشمهندس؟ اللي انا ملاحظه ان الكوزين لو دخلت لها ان باي، الان ده 1 و2 و3 و4، لو كان الرقم اود عند الواحد او عند الثلاثه او عند نيجاتيف الواحد تطلع بنيجاتيف 1. طب ولو كانت الرقم ايفن تطلع بواحد. ففي الحاله دي هنقول ان هي نيجاتيف الواحد بار كام؟ والله لو كان الان اود هيسيبها نيجاتيف واحد، ولو كان الان ايفن هيسيبها بوزيتيف الواحد. وصلت؟ طب وكوزين الزيرو كده كده بكام؟ بواحد. في مشاكل في الكلام ده يا شباب؟ العمليه واضحه؟ ماشي. تعالى كده مع اخوك، هتيجي تقول لي بص بص تعالى اهو اهو تعالى. يبقى اذا يا باشمهندس الجزء اللي في الاول ده اهو
ممكن اكتبه نيجاتيف الواحد على الاثنين على الان في الباي، وكوزين الان باي بكام؟ بنيجاتيف الواحد باور ان ماينس كوزين الزيرو كام؟ بواحد. ده اسمه ايه يا باشمهندس؟ البي ان. تمام كده يا باشا؟ في مشاكل يا باشمهندسات؟ باشمهندسه ماشي تمام كده؟ ماشي. تعالى بقى، يبقى احنا كده جبنا الايه كابيتال كانت بكام؟ كانت بنص، والايه ان كانت بزيرو، والبي ان بالقانون اللي عندك ده وصلت. ففي الحاله دي هتقول لي يبقى الاف اوف اكس اللي انت مديها لي بدل ما كنت عاملها لك مربعات وبالشكل ده، لا هكتبها ان هي بتساوي الايه كابيتال، كان مين الايه كابيتال اللي هو كان نص زائد سميشن الايه ان بزيرو، فالترم بتاع الكوزين مع السلامه طار. اتفضل البي ان اللي هو كان كام؟ نيجاتيف الواحد على الان في الباي، تمام، مضروب في كام؟ نيجاتيف الواحد باور الان ناقص الواحد، كل كلامنا مضروب في ساين الان باي اكس، والان شغاله من اول الواحد لحد الايه؟ لحد ما لا نهايه. وصلت يا شباب ولا في مشاكل؟ تمام حلو. نيجي بقى في احيان السؤال اللي فات ده بيكون هو جيفن بالنسبه لك، وتاني جاي قايل لك عليه ايه؟ انا عايزك تحسب لي من السؤال اللي فوق. يبقى مثلا تعالى كده نرجع تاني، راح فين السؤال اهو؟ بدل ما قال لك اكس باند وبس، لا قال لك اكس باند وبعد كده جاء قال لك then find the sum of، عايز مجموع الكلام اللي هيقوله لك ده، واحد وبعد كده ناقص التلاتة، واحد على التلاتة زائد واحد على الخمسة ناقص واحد على السبعة بلس اند سو اون. مش دي سيجما؟ سيجما هتكمل لحد ايه؟ انفينيتي. واضح انها بتزيد ولا بتقل؟ بتقل كل ما بنمشي. الواحد على ثلاثة اقل من الواحد، والواحد على الخمسة اقل من الواحد على الثلاثة، وكمان alternating، فدي هتكون convergent. ما علينا، احنا هي اكيد convergent، بس احنا عايزين نعرف قيمتها. convergent وبكام؟ يبقى الجزء ده بالنسبة لنا مجهول، عايزين نعرف قيمته، صح؟ ماشي. ننزله تحت بقى. طيب يجي الراجل الطيب ده يقول لي بص يا باشمهندس، انا عشان اعمل حاجة شبه كده هروح افك الاكسبانشن ده. فعشان يفكه، عشان تفكه، هيجي يقول لي ايه؟ بقول لك يا باشمهندس، شايف القيمه ده، البراكت ده ليه قيمه من قيمتين، يبقى هو عمره ما يطلع غير حاجه من اتنين. ايه هي؟ مره زيرو ومره نيجاتيف اتنين. امتى زيرو؟ لو كانت الانات ده ايفن، لو عوضت الان باتنين، نيجاتيف واحد باور اتنين بكام؟ ببوزيتيف واحد. بوزيتيف واحد ماينس واحد بزيرو طلع زيرو. فلو استخدمت الان ايفن اللي هي 2 او 4 او 6 او 8، يبقى القيمه دي هتطلع بوزيتيف واحد، انقص منها واحد يبقى البراكت ده بزيرو، يبقى الترم كله بزيرو. يبقى اذا السيجما ده هي هتكون شغاله عند الانات الايفن ولا لا؟ لا هتبقى قيمتها بزيرو. يبقى هيكون لها قيمه عند الانات الايه؟ الاود. طب لو حطينا اود مثلا 1 و3 او 5 اي حاجه، في كل الحالات واحد او ثلاثة او خمسة، النيجاتيف واحد ده هيظل نيجاتيف واحد، وكمان معاه نيجاتيف واحد نيجاتيف اتنين، صح؟ نيجاتيف اتنين تطلع بره تبقى كام؟ بوزيتيف اتنين. وصلت؟ حلو. يبقى ده هيكون كام؟ النيجاتيف اتنين يطلع بره يبقى بوزيتيف اتنين، صح؟ الاتنين ده هتتغير مع السيجما ولا كده كده ثابتة؟ كده ثابت. الباي ده اهي هتتغير مع السميشن ولا كده كده الباي ثابته؟ لا ثابت. الان ده هتتغير ولا كده كده ثابته؟ هتتغير. الان مره هتبقى بواحد، مره واحد وثلاثه وخمسه وسبعه، لان الايفن احنا قلنا هيطلع زيرو. وصلت يا معلمين؟ حلو. فيبقى اذا الكلام ده الاف اوف اكس ده اهي طلعت بتساوي كام؟ نص بلس اتنين كونستنت وباي كونستنت. يتفضل سيجما واحد على الان في ساين الان باي اكس، والانات شغاله من واحد لانفينيتي بس شغاله بشكل ايه؟ في مشاكل؟ حلو. تمام يا ريس؟ حلو. بقى اعمل اكسبانشن تاني، يعني ايه؟ عوض بقى داخل ايه؟ الساين. تعال الكلام ده هيطلع واحد على كام؟ على الاثنين بلس اثنين على ايه؟ تعال بقى حط الان بواحد، يبقى واحد على واحد بواحد، وساين كام؟ ساين الباي اكس. حلو. طب حط الان بثلاثة، ينفع اتنين؟ لا حط بثلاثة، يبقى بلس واحد على الثلاثة، وساين كام يا هندسة؟ الثلاثة باي اكس. ممتاز.
طيب حط الان بخمسة هتطلع كام؟ واحد على الخمسة وساين ها خمسة باي ايه اكس اند سون. هتكمل معنا حد ايه اللي جاي الترم اللي جاي هيكون اسمه ايه؟ بلس واحد على سبعة ساين سبعة باي اكس. اللي بعده هيكون واحد على تسعة ساين تسعة باي اكس. في مشاكل في الكلام ده؟ تيجي تقول لي بص يا باشمهندس انا كده لاحظت حاجة ايه هي؟ تيجي تقول لي بص ده كأن الكوفيشنت اللي في البراكت هي الكوفيشنت اللي انا بدور عليه صح؟ مش كوفيشنت اول ترم بكام؟ بواحد وتاني ترم واحد على التلاتة والتالت واحد على الخمسة واتفقنا اللي جاي واحد على سبعة اخ. يبقى انا دلوقتي محتاج اعمل سبستيتيوشن عن الاكس، محتاج اعوض عن قيمة اختار قيمة للاكس بحيث ان الساين تطلع بكام؟ تطلع بواحد وساين تلاتة ده هي تطلع نيجاتيف واحد وده هي تطلع بكام؟ ببوزيتيف واحد. عشان دي لو طلعت واحد يبقى الترم الاول بواحد، واللي دي لو طلعت بنيجاتيف واحد يبقى ده نيجاتيف واحد على التلاتة، ولو دي بواحد يبقى واحد على الخمسة. تيجي تقول لي هي امتى الساين تطلع بواحد بمرة ونيجاتيف واحد وبوزيتيف واحد؟ واحد في الايفن ايوه باي على الاثنين. طب لو كانت تلاتة باي على الاثنين تطلع نيجاتيف. طب خمسة باي على الاثنين بوزيتيف. سبعة باي على الاثنين نيجاتيف. وصلت؟ فيبقى اذا انا عايز باي على الاثنين. انا عايز كام؟ انا معايا كام؟ باي اكس. يبقى انا دلوقتي مطالب ان انا اشيل الاكس واحط مكانها كام؟ نص. عشان النص انضرب في الباي يبقى باي على ايه؟ على اتنين. في الشمال بس ولا في الشمال وفي اليمين؟ في الشمال. يبقى في الحاله دي لو شلت الاكس وحطيت مكانها كام؟ نص. هستنتج ان الليفت هاند سايد بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه الاف اوف كام؟ نص. بدل ما كانت اف اوف اكس بقت اف اوف نص. بيساوي كام؟ بيساوي نص بلس اتنين على ايه؟ اتنين على باي. هنفتح بقى البراكت بتاعنا ونحن هنعمل سبستيوشن عن الاكس بكام؟ بنص. فتبقى ساين باي اوفر تو بكام؟ بواحد. واللي جنبها نيجاتيف واحد على التلاتة، واللي بعدها بوزيتيف واحد على الخمسة، واللي بعدها نيجاتيف واحد على السبعة اند سو اون. فهنلاحظ ان البراكت اللي هنا ده كده هو اللي احنا بنسال عليه. ايه اللي مجهول عندنا في السؤال؟ اللي مجهول عندنا قيمة الاف في نص. وصلت؟ احنا لسه مش عارفين قيمة، بس احنا اساسا من البداية خلاص مديين لك قيمة مين؟ الاف اوف اكس. فتطلع فوق الاف اوف اكس، فين الاف اوف اكس؟ كمان واحدة صغيرة اهو اهي، ديت اسمها الايه؟ ديت اسمها الاف اوف اكس اللي احنا مدينها لك. الاف اوف اكس شغالة منين؟ من اول زيرو لواحد ومن واحد لكام؟ لاتنين. اي قيمة ما بين الزيرو والواحد قيمة الفانكشن بكام؟ واي قيمة من الواحد للاتنين قيمة الفانكشن بكام؟ انا عايز اف اوف كام؟ نص. النص فين؟ فوق. ففي الحالة دي اف اوف نص تطلع قيمتها كونستانت بكام؟ واحد. وصلت؟ يبقى الاف اوف نص احط مكانها كام؟ واحد، لان النص موجود في الديفينيشن ده. وصلت؟ فيبقى انا هنزل تحت خالص اشيل الاكس واحط مكانها كام؟ اشيل الاكس واحط الاف اوف نص احط مكانها كام؟ واحد. تمام؟ ماشي يلا بينا. يبقى ده احط مكانه ايه؟ واحد، واقول ان الكلام ده بيساوي الكلام ده. تمام؟ ماشي. طيب عندك واحد في الشمال ونص في اليمين، ايه اللي يحصل؟ خلاص اللي في النص ده يعدي للواحد. النص ده لو عدى هناك يعدي بالنيجاتيف، واحد وخدنا منه نص اتفضل كام؟ نص. النص ده بيساوي الكلام ده، صح ولا في مشاكل؟ طب انا عايز كل ده ولا عايز البراكت بس؟ اعمل ايه؟ اضرب في باي اوفر 2، صح كده؟ فديت لو ضربتها في باي الباي تطلع فوق، ولو قسمتها على الاثنين الاثنين تطلع تبقى أربعة. بيساوي كام يا باشا؟ بيساوي الكلام اللي هو عايزه ده كده. يبقى احنا خلصنا. في مشاكل؟ تمام ماشي كده. الفكرة الأولى ايه؟ خلصت. نكمل الفيديو اللي جاي ان شاء الله.